سيادتك ساكت ليه من ساعة ما دخلت؟ اوعى تكون مش لاقي كلام تقوله يا باشا. كنت عايزين تقتلوا الرئيس ليه يا محمود؟ والرئيس اتقتل؟ والله العظيم ما اعرف. انا بس كنت بقول لسالم ما ينفعش تسيبه يمرمطك كده ويبهدل كرامتك. لكن توصل لدرجة القتل لا. انا كده فهمت يا باشا. انا كده فهمت. انا اللي كنت فاكر ان الموضوع وراه صيد وسمك. كان لازم افهم ان في مصيبة. والرئيس اتقتل فعلا يا باشا. انت هتستعبط؟ يبقى اتقتل. يا ابن الكلب يا سالم، واخدني كوبري عشان ساعة وكيل النيابة ما يجي يسأله كنت فين ساعة وقوع الجريمة يقول له كنت مع محمود في قلب البحر، وآخرها جنحة حبس وغرامة يعني. بس يا باشا انتوا اتأكدتوا ان سالم هو اللي قتله؟ اصل الرئيس ليه أعداء كتير. لا والله. زي مين؟ نص الصيادين ما بتطقوش. ليه بقى؟ يا باشا هو في حد بيحب الرئيس بتاعه؟ يا سيادتك أكيد مخنوق من الرئيس بتاعك. حضرتك بتشتغل وهو بياخد شغلك على الجاهز. يعني زمانه دلوقتي نايم مع المدام او بيفسح العيال في النادي. وحضرتك قاعد تحقق عشان تعرف مين اللي قتل الرئيس ابو المعاطي. مين؟ الرئيس ابو المعاطي يا باشا، رئيس صيادين. الله يرحمه بقى، كان راجل شراني. بس طالما مات مقتول يبقى مات شهيد. بس ازاي سالم قتله يا باشا؟ انا كنت بقيت عنده طول الليل وما سبتوش. يعني انت مصر انك تستعبط. وماله؟ تعالى نلعب. اوعى تلمسني لو لابس حاجه خشب هكهربك. اللي حصل ده ما يرضيش ربنا. انت مين اللي عمل فيك كده محمود؟ يا ام الذكاء يا اخي، هيكون مين يا سالم يعني؟ الله يخرب بيتك، ضيعتنا. ايه اللي انت عملته ده يا سالم؟ ايه اللي خلاك تقتل الرئيس بتاعها؟ يا نهار اسود، انا مش فاكر حاجه من الكهرباء. رئيس الصيادين، ايه اللي خلاك تقتل رئيس الصيادين يا سالم؟ ضيعتنا، الله يخرب بيتك. انت بتقول ايه يا محمود؟ انا مش فاهم حاجه. زي ما قلت لكم، الامل كله في الواد ده. شكله مهزوز وهيقر بكل حاجه. لكن الواد التاني عقر، مش هيوصلنا لحاجه. مش ممكن سيادتك يا فندم، ما خدش واد كهرباء ينوره حي. مفيش فايدة. أنا قلت في حاجة في الأسلاك بس طلعت المشكلة فيه هو. واضح السبب إن جسمه متعود عليها. في تقرير في ملفه بيقول إن كان شغال كهربائي. كهربائي؟ ونقاش وسباك، وكمان اشتغل طيار في مطعم بيتزا لما كان بيدرس في القاهرة. أنا من ساعة ما عرفت موضوع الإضراب عن الطعام اللي عمله ده عشان يتعين في الجامعة، وأنا قلت الواد ده مش سهل، هيتعبنا. كده بقى يبقى عنده كل الدوافع عشان يعمل عمليته المهببة دي. بس من غير اعتراف تبقى القضية ضعيفة ومفيش قضية. بقول لكم ايه؟ ركزوا مع الواد التاني، ده صياد ومالوش في الكهرباء. ها؟ ياد مالك خيرك كده ليه؟ انت ليه شفت حاجة؟ يا باشا وعهد الله اللي حضرتك بتعمله معايا ده ما يرضي ربنا. هو يرضي ربنا ان انت تقتل رئيس بلدك؟ يا باشا يا باشا والله يا باشا انا ما عارف انت بتتكلم على ايه؟ يعني حضرتك تقول لي رئيس بلدي، الواد محمود الله يحرقه بجاز، يقول لي الرئيس ابو المعطي بتاع الصيادين، يا باشا في حاجة غلط وعهد الله. انت شطونا لبعض ولا ايه؟ طيب خده، قلعوا البنطلون، شوف هيتكلم السلام الكلام بتاعته ولا لا. لا 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 يا باشا لا، بلاش البنطلون، والنبي يا باشا بلاش البنطلون. بص يا باشا، حلق سعادتك، اكتب سعادتك اللي كل اللي انت عايزه في ورقه وانا حمدي عليه. صح يا باشا، صح يا باشا، صح، انتوا معاكم حق، الواد محمود كان بيعمل خليه وعايز يقتل رئيس البلد، احنا ولاد كلب ارهابيين يا باشا، صح صح يا باشا، بس بلاش البنطلون، ابوس ايدك يا باشا بلاش البنطلون والنبي. ايه ده سيادتك؟ دي اعترافات سالم. اكيد شايف بنفسك امضته موجوده على كل ورقه. امضه مين يا باشا؟ ده سالم نفسه ما يعرفش ان دي امضته. انت بتشكك في كلامنا يا محمود؟ وحضرتك عارف سالم ده مين؟ لو سيادتك مصدق ان سالم ممكن يقول الكلام ده مش هقول لك يعمله. يبقى البلد كلها عندها مشكله سيادتك. ايوه كده. خلينا في الجد. سيبنا بقى من قناع السذاجه اللي احنا لابسينه طول الوقت ده. انت لانك شايف ان البلد فيها مشكله قررت انك تقتل رئيس الدوله عشان تحل مشكلتها. هو سيادتك مصدق نفسك؟ معلش ما تزعلش مني يا باشا، بس السؤال ده كان شاغلني من زمان، من اول ما ابتديت افهم يعني ايه ابويا العامل الشقيان
اللي بيدينا مصروفنا بالعافيه، معتبرينه خطر على امن الدوله. في الاول كنت بفرح بقول ليه لا، ايوه انا ابويا خطر على امن الدوله. هو صحيح ما يبانش عليه، بس اكيد مخبي واخد احتياطاته. كنت بقعد ادور في البيت على الاجهزه اللي هو مخبيها عشان يزعزع بيها استقرار البلد. اصل دي اول جمله حفظتها لما سالته هم حبسوك ليه يا بابا. عمري ما فكرت ان ابويا عميل لامريكا واسرائيل عشان بيكرههم بجد. وكنت دايما بشوفه بيعيط وهو بيتفرج على نشره الاخبار لما بيشوف اللي بيحصل للفلسطينيين. بس كنت بقول لنفسي اكيد بيشتغل لجهات تانيه، جهات بتحب مصر عشان ابويا بيحب مصر. بس كل ما كنت اكبر وافهم ابويا اكتر واشوفه خارج من حبسه لحبسه من استدعاء الاحتجاز، كنت بسال نفسي سؤال: هما الناس دول عارفين حاجه عن ابويا هو نفسه ما يعرفهاش؟ هو ممكن يكون ابويا عميل من غير ما يعرف؟ عميل ما بيقبضش. طب عميل لمين؟ هي الناس دي مصدقه نفسها قوي كده ليه؟ بس النهارده يا باشا اول مره اعرف ان اللي ممكن يصدق ان سالم يتآمر على قتل رئيس الجمهوريه هو نفسه اللي ممكن يصدق ان ابويا خطر على امن الدوله. جميل قوي. فضفضت؟ استريحت؟ رجعت لماضيك الحزين؟ نرجع بقى لموضوعنا. ما هو قولك فيما هو منسوب اليك في اعترافات المتهم الثاني بانك قمت باقناعه بالتآمر لاغتيال رئيس الجمهوريه اثناء زيارته للمنطقه الصناعيه في رشيد؟ بعد ان علمت بنبأ هذه الزياره من والدك الذي علم بها بحكم صلته بالاوساط العماليه، وقررت أن تقوم بهذه العملية احتجاجاً على أوضاعك الشخصية والاجتماعية كما هو مثبت في اعترافات المتهم الثاني. هو ده خط سيادتك؟ تسأل ليه؟ أصله خطه حلو قوي يا باشا، بس أنا خطي وحش. مش مهم يكون خطك حلو ولا وحش، المهم إجابتك على الموضوع الخطير اللي أنت متورط فيه ده، إذا كنت أصلاً مدرك خطورته. إذا كان سالم نفسه أدرك يبقى أنا مش هدرك، حتى يبقى عيب على الشهادة اللي أنا خدتها. بس يعني كنا وفرنا كل المجهود ده، وكان الورق ده جه جاهز من الأول يا باشا. يعني يعني أنا هعترف سيادتك، هما بيقولوها إزاي في الجرايد، سأدلي باعترافاتي كاملة، بس أنا هدلي لوحدي ولا حد هيكتب ورايا؟ مش لما نعرف أنت هتدلي بيه الأول؟ عندك حق يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقر أنا وأعترف فعلا بكل التهم التي وجهها لي المتهم الثاني، أخويا وشريكي وصاحبي، ولا أستطيع أن أنكرها لأن مش من أخلاق الصحوبية أن أطلع صاحبي عيل. بتهزر يا حمك؟ لا والله، أنا بس حبيت أدلي بالبلدي، بس أنا عارف إن ده ما يصحش. سامحني سيادتك بقى يعني في التشكيل. أقر أنا وأعترف بأنني شعرت بحقد شديد تجاه السيد رئيس الجمهورية لأنه يعتبر المسؤول الأول عن اتهام والدي العامل المكافح الذي يبحث عن حقوق العمال بأنه خطر على أمن الدولة، وهو مما أدى إلى اعتقاله عدة مرات، وبالتالي إلى حرماني من التعيين في السلك الجامعي كمعيد رغم أنني كنت الثاني على دفعتي، وكل ذلك بسبب التقارير الأمنية. فلم يكن بمقدور شاب مثلي أن ينال حقه في الوظيفة الجامعية التي يستحقها، وبالتالي لم أستطيع أن أتزوج أو أن أنفق على أسرة، فأنا بلا وظيفة وبلا مستقبل. وبدلا من أن أصبح معيدا بهندسة الميكانيكا أصبحت ميكانيكي، وحتى دي مش لاقيها. أنا آسف يا فندم، أنا آسف إن قلتها بالبلدي، بس هقولها لك بالنحوي، وحتى هذه لا أجدها، وكل ذلك بسبب التقارير الأمنية. ولذلك بتهزر؟ عامل فيها ذكر؟ بلعب معاك في الشارع يا نيلة؟ عندك حق يا فندم،
أنا أكيد خرفت. طب ممكن سيادتك تكتبه اللي أنا عملته وأنا همضي عليه؟ ما أنت هتكتب اللي أنت عملته وهتمضي عليه. لا في إيه؟ سيادتك عايزينك ثانية لو سمحت. مش وقته. أعتقد حضرتك لازم تيجي معايا. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.